شام تنگ هم مفت. نه آخه بزن العالم بطرانه مركب الخبز هون ندش طلعنا واستعب فيه بالأرض ودل العالم بتعطي لحدا بتكبر. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات اللي فاتت للناس. وانتو ما استلمتوا شيء؟ لا لو في لو استلمنا شيء في عينك ما كنا اجينا لهون للخبز ناكله. من وين انتو؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنا الا الحجر ما عملت هدنا. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلمع الخبز لكن نحطه مع الشوربة من عندنا. كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شوربة مي على شوربة البهارات على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صار لكم على هالوضع؟ انا فترة على شيء قلنا شهر. اهلكم موجودين؟ عندي ابي بس امي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيلة ما قدرنا نطلع كرتونة. وابي ضايع هويته ما في شيء يثبت على شخصيته انه مع قبل الثورة ضاعت هويته ما معها شيء يثبت. قديش عمرك انت؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بتمنى يرجع على وضع مثل ما كان، ناكل كل شيء ونشبع، مو مثل هلا الواحد ينام جوعان، يفيق جوعان، ما عدتم ما بتاكل، بتاكل من هون، الجوع من هون، ما تستحمل العيشة. أمي طلعت من الجوع، بس احنا بدنا الصبر كل الثورة بيصبر لسه. صبر بالجوع وبهالشي بيصبر اسا. يعني انتو ما معانا حدا معانا الله. يعني انتو صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجه. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ بوجه لشي ما بلا كلنا طلع تركنا شو مين ضل معنا؟ كنا عيلة الخطيب رحنا ما أكبر بس كله طلع تركنا هون. ما بحكي للعالم الا الله يهنيه.